المواصلات والطلوع والنزول بالبوكس ده كل يوم ما طلعتش حاجه سهله زي ما كنت متخيل خالص. حتى الادوات اللي جواه واحنا بنشتريها كانت فرهضه. شركة وكل شركة في منها اللي بيتقلد وفي منها اللي بيتضرب. نازلين انا والشباب النهارده مع مؤمن اسامة، خد بقى الجينيوس بتاعنا الاكبر مننا وخبرة عننا وكده يعرفنا نجيب ايه وما نجيبش ايه. ده ايه؟ بتصور ولا بتمنتج؟ انا بصور وبمنتج بقى كل حاجة. وقعدوا تفكير انت من الكلية من بص من الساعة 10 الصبح. هنا؟ لا مش هنا. بص مع زمايلي سنه 5 وطالب امتياز، بص انا عندي برضه اكسبيرينس في المكينه حلو اوفر شويه تمام. واحنا بقى عايزين النهارده نستغل دي ان احنا ما نتخزقش. ما تنزل انت تحت ميديكال تمام. النهارده يوم مختلف، المره اللي فاتت سالنا على الادوات واسعارها وكده، المره دي بقى نازلين نشتري، ف خلينا واقفين مستنيين محزم يجي نشتري سوا. اول القادمين. ايه المواعيد الزباله دي؟ انا عايز امشي. اقعد يا استاذ محزن. استاذ محزن نص ساعه لما يجي عشان راجل مهم جدا. الدنيا ضلمت يا محزن. طريق الشركه نفسها طبعا اللوجو بتاع شركه مصر سينا على الهاند بيس. تمام. في هاند بيس كتير بره ب 700 او 800 او 700. احنا لفينا، احنا خدنا لفه. الفرق ما بين دي ودي ان دي مجهوله الهويه او الله اعلم جايه منين او كوكسو بس مصدر تاني او فئه تانيه، بس شركه مصر سينا بتصرف حاجه كويسه. هشرح لك بقى بتشغلها ازاي. ماشي. دلوقتي عشان تطلع البير او تدخله في زرار بوش بوتون. تمام. لازم تدوس على الزرار الاول عشان تطلع البير. الزرار ده الزيت مفيد للهاند بيس، يعني انت زيت مش متزيته دلوقتي؟ لا مش متزيته. لا كميه قد ايه؟ طب تقريبا هي رشه كده ثانيتين. تمام. كل قد ايه بقى ولا قبل قبل السكشن وبعد السكشن؟ كده كده في ضمان. ضمان 3 شهور وبعد ال 3 شهور هنا مركز صيانه اساسا. طيب زيت الهاند بيس موجود؟ اه موجود. كده خلصنا اصعب واغلى حاجه صح؟ الهاند بيس الحمد لله. احنا تصدق الكادر النهارده واسع. اليوم اللي كنا نازلين فيه مع المره اللي فاتت الكادر ده كان ضيق، ما كانش يجيب. احنا يا ابني انا برد يا ابني. يلا بينا. السلام عليكم. قلت على وقت التشريح عشان كده كهوايه مش هتشرحني. بيجيب جثث في البيت ويشرحها. انت اللي عندك ثلاجة فيه ستور بتاع صيدله. لا ده بقى ستور اصلا مش غير الناس، يعني اكيد بيختلف من جوه في الادراج وكده. 17 التاني اللي هناك موجود 16 خدته بجد؟ ماشي. بس الفكره ان هو برضه مفصلات بلاستيك يعني فاهم؟ احنا عايزين نعرف الاسعار بتاعت البوكسات. بص في البوكس ده نكفي الادوات هسأل مروان كده لو ينفع يجيب الحجم الصغير عشان انا حاسس ان الادوات مهما كانت مش لا حاسس ان انا شفت الادوات مروان شفت العيال بتوع السنه فاتوا هم نازلين كان معاهم ادوات كتير. لك واحد يد لا انا ماليش الحاجات دي. 3 days later انا شايف ده فاهم ده طاري على ده. ده احسن. خد ده معادله صعبه فكره الادوات دي، خاصة لما تبقى ماشي بتصور وماشي بتاع ده عامل زي ابنك في ايدك وخايف عليه تتكسر. كده جبنا الميرور وتويزر اتنين بوصات قوي وقفلوا نص ساعة بس عنوان. دلوقتي عايزين نجيب البريت اللي هي اللي شبه الشوكة اللي بتتركب في الهاند بيس اللي هي بتاع التنس دي اللي كلنا بنتألم منها على الكورة. الأدوات عمرها ما هتخلص وشراء الأدوات عمره ما هيخلص. ربنا يستر. نعمل فلوج
يا عم بص احنا جبنا بروب و لا ما جبناش بروب جبنا اسمه ايه ده بصور. طب بس هل الموضوع بيجي بروب ده مش خطة ده مين اللي كاتب الكلام ده؟ جلافز وماسكس ايه محتاجة تتكتب يعني؟ ايه ده؟ اهو انت كده عارفه فاخده على طول يعني افتحه بس ظبطه كده وشوفه انت عايز اثنين عايزين بدل دول وهاتي زي الثاني وانتوا حسبتوا انتوا الاثنين احنا مع بعض ايوه هتاخدوا حاجه تانية؟ هناخد هنبدل البي دي البروب ده ونشوف هو انتوا حسبتوا كده يعني 310 حسبتي ده احنا مش عايزين تاني لا مش 15 دول 10 قلبت الجلافز بكام؟ العادي 120 اما العادي العادي كده بقى 115 النيترال بتاع ده اثنين عليه بكام 150 يا اخويا الفرمه كلها جوانتيات لا بس ناس قاعده مطريه على نفسها ما بتشتريش اي حاجه بالصوت والصوره اهو يا باشا باشا احنا قلنا هنشير فيه على فكره عادي صاحبي مديني جبس اهو ايوه انا عايز الف ده برضه انا ماشي بيه شبه عايز ايه اللي جايبه اهتمامات ليه معايا كيلو هنا انا هحتاجه في ايه بقى ولا كده المفروض ان ده مش صح لا هتروح انا ده مش كلم بس يا عم 80 180 خلص هنا 150 هو ما خلص خلص لا 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 باشا باشا هيجيبه ب 160 خلاص بقى هيجيبوا لك ب 160 عارف انت بتصور انا بصور على طول واحنا عاملين زي الاطفال ندخل محل نجيب منه حاجه واحده ونطلع مع انها موجوده في كذا محل عادي دلوقتي فاضل الموديل اللي هو البق نفسه بقى اللي هنشتغل عليه بالحاجات اللي احنا عاملين نجيبها دي كلها يقال ان هو احسن مكان يتجاب منه و الباشا وده مش اعلان على فكره السلام عليكم احنا عايزين موديل مالو هنا احسن موديل ادعوك فقار طيب صار من بس لا احنا صورنا احنا بنعمل لا جبنا كل حاجه احنا عايزين هديك ده احلى حاجه اللي هو عايزه دي ماشي ايوه ايه ده بقى خليت هتكرر ده الصح انا لفيت قررت عرفت اسعار كلها وكده انا قررت ده بس دي نفسها ناشفه قلنا ان في بقى من دي تبقى طريه دي تصور الموديل جديد كام ب 1000 جنيه لا تمنه 280 جنيه عايز تعرف فرق بين ده وبين ده ده هارد جينجرا وده سوفت جينجرا صباح الفل موضوع واحنا خدنا محاضره عن المودلز الستور وعن ازاي نشتري من غير ما يتضحك علينا منك انا حاسس ان انت قلت له ليه ان احنا جبنا الهندري انا تعبت والله حسيت ان انا مرهق من كتر ما هو اتكلم وفي الاخر ما اشتريتش انا ما اقتنعتش هي ندى بتقول نجيب من جلوبال بيتقفل لا بيتقفل واحنا بعد لف كتير في الاخر ما جبناش كل حاجه تقريبا ما جبناش غير حاجات بسيطه في الاخر يعني بصراحه اكتر حاجه قفلتني النهارده بامانه الراجل بتاع الستور قال لنا توريني الفيديو قبل ما ينزل وبتاع لا انا ما بنزليه انت عارف ان انا بصور فانا مش بصور خلصه فخلاص بقى يبقى انا انزل الحاجه اللي على مزاجي هو لازم حد اصوره لكن انا ابلود ايه واديت ايه دي بتاعتها دي حاجه ملهاش اي علاقه بالموضوع بتاع البلوج خالص بس كل عايز اقوله ان الشراء دوت ما طلعش سهل نهائي انا كنت مستسهل الموضوع جامد والموضوع ما طلعش سهل خالص الموضوع رخم خالص ولو قعدنا نصور كل ما هنيجي نجيب حاجه هيبقى سينما فيلم فانا شايف ان احنا نقفل على كده قفلنا البلوج ده 70 مره ان شاء الله مواقف جديدة قاعدة تحصل مواقف تغلى لا هو انت اللي بتتخانق من اي حاجة ايه
احنا بعد محاضرة المودلز دي كلها جبنا في الاخر من جلوبل، وبرضو ده مش اعلان بس علشان لما ننقل التجربة كاملة بقى على مدار السنة نعرف ايه كويس وايه وحش لو حد هيشتري الادوات دي في يوم يعني وبيتفرج على الفيديوز دي. جبناها هارد عادي في الاخر، بس هل بقى هتكون كويسة او لا ده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية من الفلوجز لو المعدين سابونا مصور في السكاشي. سلام. ديلرز والله، والله ديلرز ديلرز والله. بنقطع بنقطع عشان محموس الشارع بس حظه عمال يشم، تحس انه بيبيع مخدرات. لا دي حساسية.